على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى العاصمة الصربية بلغراد، حضر السيد الرئيس برفقة نظيره الصربي عرضا للأسلحة القوات المسلحة الصربية والمعدات العسكرية أيضا، وشاهد أيضا المعدات العسكرية الدفاعية من الصناعة المحلية، وذلك في ساحة التدريب في بيت الحراسة العسكري في العاصمة بلغراد. نشاهد مع حضراتكم هذا التقرير. في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى العاصمة الصربية بلغراد، حضر السيد الرئيس برفقة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عرضاً لأسلحة القوات المسلحة الصربية والمعدات العسكرية الدفاعية من الصناعة المحلية، وذلك في ساحة التدريب في أرض الحراسة العسكري في العاصمة بلغراد.